خلدون برن عليه. من الحي شافوا. العاص العصفور. وين؟ شهان؟ استنى استنى مبينه؟ تعال بقى. انا بشوفها مبينه. بس منا شكل حسام يا ولد تعال. هنا هي في المنطقة هي. شو بيطول تنطال تنطال مبينة. شو جاي بشوفك في مكان الحرب الحارة اللي جايب. أصحى إبراهيم معي شو. مش بعيدة مع عبرات الجوة لسه. خليني المحها انا. طمني العرف هذا في العصار. من ورا؟ هذا اصبر ما هي بتشرد حلمحها وين بس؟ بس اللي شردها ما بقينا لقطينها. لا شو لونها هي سمراء و بنية لونها. هي هاي الركضة البقلوية أنا متأكد. الركضة البقلوية. فيش غيرها هي اللي بتعيش هان بين الشجر والدور. زلمة عبرتني شجرة. أعطيني الحديدة اللي معك بس. وبتشرد بعدين امسك. زيح لي أشوف العروق. طمنا 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 شوية. أعطيك عليه كيف هيك؟ في بس توقع. إيه مع عبرتني شجرة متبع لها أنا. من؟ أنت علي بكيت علي. وين انا فكرت على شجرة صغيرة خلدون بكت برا ما هي اخر شيء وين انت شفتها خلدون هاي 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 وين وين هاي هاي وين هاي وين هاي هاي ها سام ركته وينها هاي سام اعطيني العصا هاي هاي وين هاي هاي يا زلمه هاي ولك وينها اصحى طول يا زلمه استنى 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 انا بطول انا استنى هاي شدها 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 سام انا هاي 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 راس استنى شوي استنى فلت لي اياها فلت لي اياها شفتها استنى طيب شيل لي اياها شفتها شفتها وين ابراهيم وين ركز لي عليه ولك هذا فريق سام خطر هذا استنى شوي استنى استنى بدناش يشرد نحن الموكي علي يا حبيبي نحن الموكي علي بقول لك اوعدك عليه هاي طلع جاب بده يكرس العصا طلع 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 استنى شوي استنى استنى ليش تشرد يعني مهر زجينا ابو ابراهيم هاي شديتها هيك انا سيطرت عليها هيها والله سامه يا حبيبي طلعت الله سطر انا بقرن على هالكيس صورتها انا كم دقيقه قرب ابراهيم خليه يتبين صور الو مش فاضي كله ايش والله روحت انا انت بالطار لا لا بتوني نزلت برن لك يا سلام ولك هذا سامي خطره كنا نقلق انا بتصل عليك ابو عبسه خمس دقائق ورن علي يلا ولا شايفها هي هيك قاتله مش سامه لسه صواريخ هوتها والكاميرا بدك مساعده ولا لو جبنا العصا الثانيه ابراهيم طب هيك كيف تكرس العروق لا لا بديش تشرد اصبر ما هي عشان العرف العصا ماسك اسمع استنى شوي العصاي ماسك العرف والحيه طيب ايوه خليه خليه تنزل هيك طب مني اجيب لك كرسي حبيبي مش كرسي لا ما هو دير بالك هذه خطره مش مزحه الحيه حكيت انا بدي اسحبها من العرف طيب شو مطلوب مني من اشاره كسر لا تشرد لا تشرد لا تشرد ابعد ابراهيم ابعد ابعد لا توقع ابعد ابعد المشكله العصاي مسكت العرف والحيه ما راح توقع طب استنى شوي اجيب لك فرع توقع على الارض اذا وقعت ما اعرف لهاش مش عصاي شيء اسمع شيء يقص العود جيب لي شيء يقص العود ايوه شيء يقص العود وخلاص فلتات لا ابراهيم فالته هي فالته دير بالك استنى 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 ايوه ابعد 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 هاي هاي ابعد 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 يا وردي كان شرد 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 كان كرصت البوت شنو كان بوت ما انا بقول لك غلطت وانا واقف تحت شباك يا سام يا ابو ابراهيم طب احكي لا لا شباك يا سام انا فكرتها بقلويه هاي فرق يعني مش مهر زي اخطر حي هاي فلسطين ولك وين مش كل تفش تفش استغربت انه تيجي هيان والله والله
قبل سنتين قتلت واحد بيجي متر ونص. بس هاي شطرة هاي طلع لسان هاي بس هاي ورد زي البلاد. والله انا قاعد بطلع ما توقعتش تبكى لانه هاي الرقطة بتطلع يعني هو شجرة غير صورة لازم الناس مصورة من عارف البيت صورتها قبل هي على الشجرة بعد شنو السبب بكت ملفلفة دايما هي والله يا كان راح فروج كذبة يا ابو عمر هذا والله بدير بالها كيف روح وفي الارضيات شنو من الحياة يا روح شنو فرق بس هذا الفرق مختلف طب منين وين اللي جيب لنا تنين اللي ما هي ابصر وين طاشة بتعرف لحقها البس مش فرق صغير هذا بجوز عمره سنة لحقها البس من جوا وين شردت برا شو بدك اه ايش حطها انا فكرتها من هذه البكلاوية اللي مش سمعت جبلنا بدالها كذب طب اسمع خذ درجة لك الحل استنى شوي مرحبا بك يا خلدون في عندي واحد بني صغير تاخذه